السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة جميلة جدا مع بعض، كلنا طبعا اكيد مخزنين طماطم وعندنا طماطم كتيرة جدا، وعايزين بقى ايه طبعا نعمل تفرزات رمضان ونعمل ونشيل عندنا شوية خزين وكده عشان خاطر. فأهم حاجة تعمليها في الخضار بتاعك ان انت اول حاجة اول ما تجيبيه تنقعيه الاول في مية بخل. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ ان احنا نشيل منها الجزء ده زي ما بنعمل في جميع الطماطم، وهنغسلها عادي جدا اهي. بنبدأ نشيلها كده، بصي كلها زي ما هي، تبدأي تشيلي منها دي كده، ونبدأ ايه ان احنا نغسلها. فاخدها دلوقتي اشيل منها كلها الجزء ده ونغسلها مع بعض واوريكم هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى يا جماعة انا خلاص غسلتها وبقت معايا بالشكل ده بعد ما شلت القمع اللي كان فيها من فوق. هبدأ بعد كده هعمل ايه؟ همسكها من هنا طبعا، هشيلها اهي كده، وهروح ماسكها بالنص مثلا او على اربعة، اهو بالنص كده او على اربعة بالشكل ده كده، زي ما تحبي تعمليها باي شكل اهي. تروحي حطها في الحلة طبعا اهي كده، وطبعا هنشيلها كلها بنفس الشكل. طبعا يعني في ناس كتير بيجيبوا طماطم، بتجيبي طبعا كمية كبيرة من الطماطم، مفيش مشكلة، بس يعني ايه كل فترة والتانية تحاولي ان انت تنقيها تطلعي منها اللي استوى، تروحي انت عاملاها ايه بقى؟ كل اللي استوى تروحي عاملاها سلطه، واللي ما استواش هتسيبيه وهتروحي شايلاه في التلاجه زي ما هو بالقمع بتاعه. اهي كده بنعملها طبعا كلها بنفس الشكل لحد ما خلص بقى الكميه. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي بقى يا جماعة انا خلاص قشرتها كلها وقطعتها وبقيت بالشكل ده كده. هحطها طبعا على النار، بس هحط لها حاجة واحدة بس هتخلي طعمها حلو جدا، وهتبقى مش محتاجة ان انا احط لها توابل بقى وبهارات والجو ده. تعالوا نشوف ايه هي بس بعد ما نحطها على النار. دلوقتي بقى يا جماعة انا اول حاجة عندي حطيتها الطماطم وسبتها زي ما هي كده، يا دوب غسلتها وقطعتها. بعد كده بجيب عندي بصلايه اهي، وهبدا ان انا اقطعها كده، بصي زي ما هي يا دوب بس تقسميها اهي كده. هنقسمها اول حاجه بالنص كده اهي، شايفين بقى ازاي بتيجي طبعا للجزء اللي في النص ده كده، ايه مش هتاخديه لان بصوا عامل ازاي من هنا، مش هيفرق معانا. احنا هناخد الجزء اللي تحت هنروح ماسكينه مفصصينه كده زي ما هو بالشكل ده. دلوقتي بقى يا جماعة هنبدأ نحط البصل بالشكل ده كده اهو، طبعا الجزء اللي في النص احنا مش محتاجينه، وكمان الجزء ده اهو. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنغطي عليها ونسيبها. لو انتي حابة تديها لون هقولك تعملي ايه، بس مش دلوقتي. احنا دلوقتي عملنا الطماطم، حطينا عليها البصل، عندي كمان فلفل اسمر، بصوا يا دوب كام حبايه بس اهو، هنزل بيهم هنا هتديني نكهه جميله جدا. وانا حطاه كمان حصى، مش حطاه فلفل اسمر من اللي هو المطحون، انا حطاه حصى عشان يديني طعم. بحط عليهم ورقتين لورا، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه، هيدينا لون جميل جدا. بس هنسيبها بقى كده زي ما هي على نار عاليه مفيش مشكله، وهغطي عليها. دلوقتي بقى يا جماعه شايفين بدات تغلي معايا ازاي؟ عايزه اقول لكم بقى لو شميتوا ريحتها دلوقتي كانك بتعملي فراخ، مش يعني ايه، مش كانك بتعملي صلصه. ففعلا خلاص هي كده ما بقتش محتاجه اي بهارات تانية. هحط لها بس البنجرايه عشان تخليها لونها ايه، معلش بقى يا جماعه، عشان تخليها لونها احمر. بس انا مش هحطها ايه، مش هقطعها يعني تقطيعه تخينه، انا هقطعها رفيع جدا اهي. ممكن تقسميها بالنص كده، وبعد كده تروحي مقطعاها بتبقى طبعا جميلة جدا وبتدي لون روعة بصراحة. يعني انا عملتها كذا مرة بالطريقة دي، جميلة ومغذية كمان، وطعم البنجر ما ببقاش باين فيها، عشان ناس كتير بيقولولي طعم البنجر باين، لا مش باين خالص، ما بيبانش فيها اصلا. بس هتاخدي كمان منها الفوائد اللي في البصل والفوائد اللي في البنجر، وكمان لون وطعم بيبقى تحفة بصراحة. جربوها بس بالشكل ده مش هتندموا. هغطيها بقى دلوقتي
هغطيها بقى. بصوا انزل بس فيها كده ايه البنجر يستوي معاها. كمان بصوا انا محطتلهاش ميه، وطبعا نزلت ميتها كلها زي احنا ما عارفين، بس من وقت للتاني لازم تقلبيها عشان خاطر الطماطم ممكن تلزق منك في القعر، وفي نفس الوقت اللي استوى تحت كده بصي تحت مستوي خالص ازاي واللي فوق لسه. فنبدأ بس نضغطها كده بسم الله وغطيها بقى عشان بتبهدل الدنيا. بصي لو تلاحظي اللون يعني البنجر بدأ يديها لون كده، شايفين زي ما هي كده، مش هنزود لها اي حاجة تاني. لو حابة تحطي فص حبهان مفيش مشكلة، بس يعني انا بحس ان الحبهان بيديها طعم كده ايه مختلف شوية، فمش هحطه دلوقتي، احنا كده كده بنحطه في الاكل. هغطيها بقى لحد ما تستوي، وبعد ما تستوي هوريكم شكلها وهنشوف هنعمل فيها ايه تاني. دلوقتي بقى يا جماعة شايفين خلاص قربت تستوي معايا وبقت بالشكل ده. هسيبها بقى لحد ما يعني ايه المية بتاعتها دي تبدأ تتشرب كلها. بصوا لحد ده كله ما يتشرب معايا، وبعد كده هبقى ايه اوريها لكم ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. دلوقتي بقى لو انت هتضربيها في الخلاط هتسيبيها على كده، لو مش هتضربيها في الخلاط وحابة تنشفيها اكتر من كده مفيش مشكلة، بس يعني انا من رأيي كفاية كده. هطفي عليها بقى دلوقتي. بصوا طبعا الحاجات دي كلها يا جماعة زي ما انتوا عارفين عندنا ورق لورا، بصل، حاطين برضو بنجر، وحاطين فلفل اسمر. هطفي عليها بقى وبعد كده هسيبها تبرد شوية ونشوف مع بعض هنعملها ازاي. دلوقتي بقى بعد ما صفيتها خلاص بقت معايا بالشكل ده. بصوا بقت تقيلة ازاي. طبعا عمرك ما هتجيبي يعني ايه الصلصة اللي انت بتعمليها في البيت طبعا للتانية اللي انت بتشتريها من برة، اللي في البيت طبعا احسن وانضف بكتير جدا ومضمونة، وانت كمان عاملاها بايدك لولادك شايفين. انا بقى هحطها دلوقتي، هبدأ ان انا اجهزها كده كأني هعملها عادي، بس هشيلها في الفليزر، هسيب منها جزء اعمل بيه الاكل والجزء الباقي هشيله في الفليزر، بس عشان اما اجي اشيلها هطلعها تبقى يعني ايه تبقى مش محتاجة اصلا ان انا اعمل لها بصل ولا ثوم ولا اي حاجة. انتوا طبعا حابين تشيلوها كده مفيش مشكلة، حابين تكملوها معايا زي ما هعملها وتشيلوها جاهزة مفيش مشكلة، بتبقى في الحالتين طبعا جميلة جدا. وشايفين طبعا شكلها، تقولي شربات طبعا مش طماطم، شايفين طبعا حمرا ازاي. والبنجر بقى وكله طبعا البنجر ملوش اي طعم، عشان في ناس كتير سألتني على البنجر ملوش اي طعم خالص يا جماعة فيها. دلوقتي بقى يا جماعة حطيت الحلة على النار، هبدأ احط فيها شوية زيت، بس زيت يعني ايه حبة صغيرين مش كتير طبعا، لان انا عاملاها ببصل، فانا مش هحط لها بصل يعني ايه مش هقللها ببصل، مش هعمل لها التقليه بتاعتها ببصل. هبدا اعملها كده ايه بالثوم، هاخد معلقه واحده بس من الثوم المهروس، بس معلقه كبيره، وابدا ان انا ايه احط عليها كده بسم الله. زي ما قلت لكم حابه تضيف لها اي حاجه ثانيه مفيش مشكله، ولو مش حابه وعايزه تعمليها كده زي انا ما عاملاها برده براحتك يا جماعه، دي قرية شخصيه. يعني انا بقول لكم على طول ان الاكل ملوش قواعد. اول ما ريحه الثوم بتظهر معاكي كده وتلاقيها ريحتها بقت حلوه قبل ما يبدا يتحرق منك، لان الثوم من الحاجات اللي بتتحمر وتتحرق بسرعه. بصوا هو لونه لسه عامل ازاي اهو شايفين كده. هبدا بقى دلوقتي احط له الصلصه اهو بسم الله، شايفين طبعا الشكل عامل ازاي. صلصة حمراء من الدرجة الاولى من غير اي حاجات صناعية، كل الحاجات اللي احنا حطيناها لها حاجات طبيعية، ويعني ايه مش حتى هتشتريها من بره، كلها موجودة في البيت ومغذية جدا، وعملنا الصلصة مع بعض بطريقة مغذية وبشكل جميل جدا. حابة انك يعني ايه ان انت ما تعملش الخطوة دي وتشيلها على طول مفيش مشكلة، بس هي كده انت بتطلعيها على طول على ان انت تعملي بها الاكل على طول، مش محتاجه ان انت تضيفي لها اي حاجه تانية. وشايفين بقى الفلفل الاسمر، مش عارفه واضح معاك ولا لا في الكاميرا، بس بصوا شايفين الفلفل الاسمر بقى عامل ازاي فيها، طبعا بيديها نكهه جميله جدا مع ورق اللورا. هسيبها برده تاخد غلوه تانية، وبعد كده بشيلها واحطها في الفريزر. بعد ما تاخد غلوه هوريها لكم.
بس عايزه اقول لكم على حاجه، لو انت حابه تشيليها في الثلاجه، مش ما بتقعدش وقت كتير يا جماعه، انت بتحطي عليها رشه ملح وبتحطي عليها من فوق زيت وخلاص على كده، بس ما بتاخدش معاكي يعني ايه وقت طويل في الفريزر. شايفين بسرعه جدا بدات ان هي تعمل ازاي الفقاقيع وتغلي. هغطي عليها بقى واسيبها، وبعد ما تغلي هوريها لكم. ودلوقتي خلاص انا خلصت الصلصه بتاعتي، وطبعا شايفينها عامله ازاي وقوامها جميل جدا. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.